طيب، لكن هو هل الرأي الفني في أداء الحكم المغربي فعلا أهدر حق جيانا فارو ولا لا؟ سئل الدكتور مهند مجدي، والدكتور مهند مجدي قبل ما يكون عضو مجلس إدارة النادي الأهلي هو بطل العالم، بطل العالم في الكاراتيه، الدكتور مهند مجدي أدلى بدله في ما حدث لجيانا فارو. الهجوم الكبير على الحكم المغربي طبعا هو نتيجه انه حكم عربي وحكم افريقي هو رئيس لجنه الحكام الافريقيه. انا اللي انا كنت شايفه وجهه نظري ان هو كان المفروض طرد يستشعر الحرج وما يحكمش المباراه دي. ده اللي انا كنت شايفه، لان هو في الاخر هو عربي وافريقي، وجيانا بتلعب على ميداليا هتطلعها فاينل. انا كنت اتمنى ان هو، ما اعرفش طبعا هل في كواليس ثانيه هناك عند لجنه الحكام، بس ما شاء الله كان في طقم حكام كبير جدا كان ممكن يستعينوا بيهم. لكن اعتقد ان هو كانت رؤيتهم ان الحكم اللي هو المغربي هو كان حكم الساحه. عشان اقرب لك برضو اكتر، حكم الساحه عكس كره القدم. كره القدم الحكم اللي جوه الملعب هو الكل في الكل. أيوه. وحكام الرايه بيديله بس الاشارات. العكس عندنا في الكاراتيه، حكم الملعب اللي جوه الملعب ده ما هو الا بيطبق الاشارات اللي الحكام بتقال له على الزوايا. ما يقدرش يحكم يدي نقطه الا لو في حكمين على الاقل رفعوا نقطه. فبالتالي اعتقد هم تخيلوا ان وجوده مش هيبقى مؤثر قوي، بس كان لازم يعرفوا ان في نسبه ولو 1% ان المباراه ممكن توصل للترجيح. وبالتالي هو هنا هيكون ليه صوت، لان هم خمسه. فدي النقطه بس اللي احنا معولين عليها، الوجهه النظر اللي احنا متبنيينها، يعني انه انا كلاعيبه يعني كنت خسرانه وبقدرت ان انا اعوض وقدرت ان انا اوقع الخصم في 3 انذارات. لو كان خد الانذار الرابع كان ممكن تطرد. وبعدين قدرت كمان ان انا الغي الافضليه منها، لان اللعيب اللي معاه الافضليه لو خسر، لو خد انذار في اخر 15 ثانيه بتضيع منه الافضليه. فبعد كل اللي انا عملته ده ما ترجحش، دي وجهه النظر اللي احنا بنتكلم فيها. اهم ما قيل بموضوعيه شديده جدا، ليست غريبه على الدكتور مهند، ويتحدث كخبير طبعا. قال لك 3 انذارات ولغايه الرابع كانت هتستبعد. ايوه. والانذار الثالث بيفقدها الافضليه، ما هي الافضليه هي ده. ما انت رجعتي بناء على ايه؟ ولذلك انا اميل الى رايه تماما، كان ينبغي عليه ان يستشعر حرج. ولكن احنا هنا ربما يكون في حتى خطا في التطبيق. اذا كان الانذار الثالث بينزع الافضليه، عايزين نقول له انت ايه اللي اعتمدت على ايه؟ بس يفسر لنا. وما ضاع هذه ارجو ان يعاملها النادي الاهلي وسيعاملها بما يليق بها. هذه لاعبه من ذهب،